السلام عليكم. هذا الولد راه ولدنا وانا راني لله وراه غصبونا فيه وراه ما كانش هنايا كان خدام جاي الله ضايف وضربوه جيراننا وتحاماو فيه وقتلوه. دابا تنطلبوا من الله ومنكم جلالة الملك يبين لنا حقنا. امه مريضه واختو مريضه وباه مسكين ضعيف ما عندوش وقبضوه وقتلوه ما يسالوناش الدعوه الله. تنطلبوا الله والناس المسلمين وجلالة الملك يقبضوا لنا حقنا في هاد المجرمين اللي رجاونا فولنا.